إن كنت من أصحاب الحماية المؤقتة في تركيا فلابد أن تواجه مشكلة إذن السفر التي تبقى متجددة لا سيما في الولايات الكبرى، فما هي الأسباب وما هي الاستثناءات؟ من كذا سنة لهلا هل عانيت شي موضوع إذن السفر؟ والله مو كثير، يعني هلا انا ما سافرت برا اسطنبول، خارج اسطنبول كثير، يعني رحت او رجعت، ولكن قرايبيني رفقاتي اصدقائي كلهم يعني بيطلعوا وبيدخلوا بيعانوا من هالموضوع كثير، يعني بيكون معهم اذن سفر اللي ما معه بيخالفوه. اي والله. شو عم بيطلبوا منهم؟ انه يكون يعني درجه اولى من قرايبينهم جايين لعندهم لهون، كم لك فاتوره منزل الشخص اللي ثاني هون موجود، يعني فاتوره تكون باسمه، انه وين رايح وين جاي، هيك تاكدوا من العناوين تبعهم. طيب وطبعا قدموا هاي الاوراق عم يجيهم الرفض مع هيك؟ هلا ايام رفض، ايام يعني فئه قليله بيجيها انه قبول، اما اكثر الايام رفض، عم يرفضوها يعني. هلا موضوع اذن السفر هو الشغل الشاغل لاغلبيه السوريين، هو الموضوع قديم تقريبا بعد توقف اصدار الكماله. هلا الولايات المغلقه هي 15 ولايه، اهمهم اسطنبول، أنقرة، بورصة، سكاريا، جنقالي، تقريبا حوالي 15 ولاية هي مغلقة للتقديم وليس للموافقة، يعني ممكن في بعض الحالات المعينة أخذ إذن سفر إلى هذه الولايات، مثلا طلاب الجامعات، أيضا المرضى ربما يتم إعطائه هو وثيقة إذن السفر عن طريق الدولات، يعني هذه أهم الحالات. أيضا يجب الحذر في هذا الموضوع كثيرا من السماسرة أو الأشخاص الذين يستغلون هذه الأمور من أجل أخذ إذن السفر لقام مبالغ محددة، يعني تواصل معي أحد الأشخاص أنه ذهب إلى إدارة الهجرة من أجل تحديث معلوماته، فوجئ أن الموظف يقول له أين شهادتك الجامعية؟ قال له أنا مثلا لا أملك أي شهادة جامعية، قال له أنه أنت في يوم من الأيام قدمت على موضوع إذن السفر وارفقت أنه أنت معك شهادة جامعية وراح تروح إلى أحد الجامعات في مدينة اسطنبول من أجل أن تكمل دراستك الماجستير. هذا السمسار استغل هذا الموضوع من أجل أن يأخذ إذن سفر مؤكد من إدارة الهجرة، وضع له شهادة مزورة. بالتالي أنا برأيي إذن السفر حصرا شخص يقدم له هو نفسه أو أحد الأشخاص يستعين من أحد معارفه أو أقاربه من أجل أخذ إذن السفر. الجالية السورية تعتبر من أكبر الجاليات المقيمة على الأراضي التركية، حملت الحماية المؤقتة هن أيضا أكبر نسبة من الجالية السورية المقيمة على الأراضي التركية. الحكومة التركية في لها توجهات حكومية وفي أيضا توجهات هي أدرى فيها من أبواب أمنية. من الأبواب الأمنية دائما نحن ما كنا نقول للناس أنه تسعى الحكومة التركية بسبب خصوصية الشعب التركي أن لا يكون هناك تجمعات كبيرة لأجانب في مناطق واضحة ومعينة حتى نتجنب ما يسمى كنا نسميه بسوريا من قبل بالتغيير الديموغرافي للمنطقة عموما، وأيضا من باب الحماية للطرفين. وبعدا عن المشاكل، الحكومة دائما ما تدعو إلى إغلاق مناطق وأيضا منع سفر إلى مناطق أو ولايات أخرى، ربما بعض الناس تأخذها بمأخذ عاطفي أو ربما تأخذها بمأخذ أنه والله الحكومة تصعب علينا الإجراءات أو الحكومة التركية ربما تعاملنا بباب من أبواب التطفيش. بعض الناس بتقول هذا الكلام. الحكومة لها اعتبارات ثانية، لست متحدث باسم الحكومة، النظرة هي نظرة خارجية، ولكن من بعض الإجراءات اللي عايشناها مع كثير من المستثمرين، لأنه القانون والإجراءات تطبق على عموم الناس ولا تطبق على فرد بعينه.